الإنشاءات. إطلاق حائرة نارية على المتظاهرين وإطلاق غازات مسيلة للدموع. ككل يوم جمعة قتلى جدد ينضمون إلى لائحة الموت الطويلة يسقطون برصاص الأمن في الميدان السوري الدموي خلال تظاهرات حاشدة شهدتها جميع أنحاء سوريا من ريف دمشق ودرعا وحمص وحتى حلب. في المقابل اتهمت السلطات عبر اعلامها الرسمي الجماعات الارهابيه بقتل قوات حفظ النظام في وقت ادرجت اوروبا صحيفه الوطن السوريه على اللائحه السوداء. مدينه سابا. اعتقال قوات الجيش للمتظاهرين مستمر في وقت تشهد سوريا انتشارا امنيا وعسكريا كثيفا بينما قصف المدن متواصل خصوصا في محافظة حمص. إنها الصور، الدبابات تواجه المتظاهرين على بعد أمتار، ولجنة حقوق الإنسان تفيد عن سقوط 56 طفلا في شهر تشرين الثاني وحده في سوريا، في وقت أكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلي على الحاجة الملحة إلى محاسبة سوريا على ارتكاب جرائم بحق الإنسانية. السفير السوري لدى الأمم المتحدة رد على بيلي. يود وفد بلادي مادام بريزيدنت أن يعرب عن شجبه واستهجانه العميقين لخروج اللجنة الدولية الخاصة بالوضع في سوريا عن طريق الموضوعية. الشهداء في الأراضي نحاول إسعافهم. 9 أشهر على الأزمة وسوريا الجديدة بين الموت الرحيم والولادة القيصرية، فنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا من تركيا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي حتى يتم انتقال سلمي للسلطة يحترم إرادة الشعب السوري، ومشيدا في الوقت عينه بالدور القيادي لتركيا. وفي موقف جديد لافت يطرح ضمانات لما بعد هذه المرحلة أكد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون عبر مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أكد أن سوريا ستقطع فور وصول المجلس إلى الحكم العلاقات مع إيران وحزب الله وحماس، مضيفا إن المعارضة ستسعى إلى تطبيع العلاقات مع لبنان، في وقت دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر للمتمردين بما في ذلك فرض الحظر الجوي بهدف حماية المدنيين في سوريا.